الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكون معكم مؤيداً وهادياً ونصيراً، وأسأله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم والخيرات وأن يدفع عنكم السوء والمضرات ليكفر عنكم الخطايا والسيئات. وبعد، هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر الإمام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. نبتدئ فيه كتاب المحصر. المراد بالمحصر المقيد الممنوع من التحرك والانتقال، ويقصد به هنا من منع من إتمام نسك الحج، سواء منع من الوقوف بعرفة بالنسبة للحج فقط، أو منع من الوصول إلى البيت في الحج أو العمرة. قد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن اشترط في الإحرام أن له الحق في التحلل إن حبس، فحينئذ هل يحق له التحلل عند إحصاره بدون أن يذبح الهدي؟ قال أحمد والشافعي: يحق له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: لا حق للمحصر في أن يتحلل بدون أن يذبح الهدي. قالوا: لأن الآية أوجبت على المحصر ذبح الهدي بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وحينئذ قالوا إن الحديث خبر واحد، وخبر واحد عند الحنفية لا يزاد به على النص، لأنهم يعتبرون الزيادة على النص نسخا، وعندهم لا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد. وعند المالكية يقولون: خبر الواحد المخالف للقياس لا يعمل به، ولذا لم يعملوا بهذا الخبر. والصواب أن أخبار الآحاد الصحيحة حجة يجب العمل بها، لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل أخبار الآحاد في الزيادة على النص، وأخبار الآحاد في مخالفة القياس. ولعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في كتاب المحصر: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر قابلا. قوله هنا: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد ما كان في الحديبية في عام الحديبية سنة 6، حيث منع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من إكمال نسك العمرة، وحينئذ تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن من أحصر عن البيت وقد أحرم بالعمرة فإنه يتحلل بعد حلق رأسه ونحر هديه. وفي هذا دلالة على أن التحلل بعد الإحصار وبعد ذبح الهدي تحلل كامل، بحيث يحل له ما يتعلق بأمور النساء.
وقوله حتى اعتمر قابلا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة للهجرة بناء على اتفاقية الصلح بينه وبين أهل مكة. وقد اختلف أهل العلم في من أحصر وتحلل بعد ذبح الهدي هل يلزمه الإتيان بعمرة على جهة القضاء أو لا؟ فقال جماعة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالعمرة وسميت عمرة القضاء، والصواب أنها عمرة القضية، والقضية يعني الصلح، فهو اعتمر بناء على الصلح والقضية التي بينه وبين أهل مكة، كما مر معنا في الصلح حيث كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، وليس المراد بقوله القضية من القضاء. ومن ثم فالصواب أن من كان قد اعتمر وقضى عمرة الإسلام ثم اعتمر أخرى فأحصر عن البيت فتحلل بعد ذبح هديه وحلق رأسه أنه لا يلزمه الإتيان بعمرة أخرى قضاء عن العمرة التي أحصر فيها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال: وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أو وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة ورأسي يتهافت قملا، فقال لي: لعلك آذاك هوامك، قلت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك. فأمره أن يحلق وهم بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فدعا الحلاق فحلق، فأنزل الله تعالى الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، فقال: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق، أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو أنسك شاة. قال كعب: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخرها، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. قوله هنا: قال كعب بن مالك رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، والحديبية طرف مكة من جهة طريق المدينة، وهو أكثره في الحل، وهو المكان الذي أقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون من دخول الحرم، وفي هذا أنهم أحرموا من الميقات. قال: وقد حصرنا المشركون، أي منعونا من الوصول إلى البيت. قال: وكانت لي وفرة، يعني شعر كثير، فجعلت الهوام، يعني القمل، تساقط على وجهي من كثرة الهوام عليه. وفي هذا بيان أحوال الصحابة في ذلك الزمان. قال: فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أو وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت برمة، والبرمة إناء قد يكون من نحاس أو حجر يطبخون فيه طعامهم. قال: ورأسي يتهافت، يعني يتساقط قملا. ففي هذا ذكر وصف الإنسان لنفسه بالأوصاف غير المرضية متى ترتب على ذلك حكم شرعي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوامك،
وفي هذا سؤال المصاب والمريض عما أصابه، فقال: خصوصا إذا ترتب على ذلك حكم شرعي. فقال كعب: نعم يا رسول الله. وفي هذا بيان أنه قد رخص للمصاب والمريض أن يذكر ما فيه من المصيبة والمرض، وأنه لا حرج عليه في ذلك، خصوصا إذا كان ذلك على جهة الإخبار أو من أجل أن يبحث له ما يصلح حاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. وفي هذا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن الغيب مما استأثر الله به. ثم قال: احلق رأسك. وفي هذا أن المصاب في رأسه وهو محرم فإنه لا حرج في أن يحلق رأسه، فإن كان السبب ناشئا من ذات الشعر كما لو تحرق الشعر لم يجب عليه فدية، وإن كان السبب من غير الشعر ولكنه لا يزول إلا بزوال الشعر فحلق الشعر وجب حينئذ عليه فدية الأذى. وفي هذا دلالة على أن المحظورات التي فيها إتلاف إذا فعلها الإنسان متعمداً أو ناسياً وجبت عليه فدية الأذى، وذلك لأن هذا الرجل معذور في حلق رأسه لوجود هذه الهوام، ومع ذلك لم تسقط الفدية عنه، وما ذاك إلا أن الحلق مما فيه إتلاف ويلحق بالحلق تقليم الأظافر. قال: فأمره أن يحلق وهم بالحديبية، يعني في السنة السادسة قبل أن يتبين لهم أنهم محصرون وأنهم سيتحللون، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع، يعني أنهم لا زالوا يؤملون أن يكملوا عمرتهم، فدعا الحلاق فحلقه. والظاهر أن الحلاق كان محرما، مما يدل على أن المحرم يجوز له أن يحلق رأس غيره متى جاز له ذلك، سواء كان حلالا أو كان حراما. وأنزل الله تعالى الفدية، يعني فدية الأذى، لأن ما قد يجب على المحرم إما لترك واجب فهذا فيه ذبح شاة، وإما أن يكون لفعل محظور فحينئذ فيه فدية أذى، يخير الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذا الحديث بيان أن الصيام 3 أيام في أي مكان، ولا يشترط أن يكون في مكة ولا في أيام الحج أو العمرة. وهل يشترط التتابع في هذه الأيام الثلاثة؟ ظاهر النصوص يدل على عدم اشتراط التتابع، ويجوز له أن يكتفي بالإطعام بأن يطعم 6 مساكين، ولا بد أن يكون طعاماً، فلا يكفي إخراج القيمة خلافاً لبعض الحنفية، لأن النص قد دل على الإطعام، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الحديث قال: أطعم. في الحديث أيضا تقييد عدد المطعمين ب6 مساكين، فلا يجزئ أن نطعم مسكيناً واحداً 6 مرات. وقد جاء في الحديث بيان أن لكل مسكين نصف صاع،
فقد أمره أن يطعم فرقاً بين ستة، والفرق مكيال يسع ثلاثة آصع، معناه لكل مسكين نصف صاع. قال: أو انسك شاة، يعني اذبح شاة في مكة لمساكينها، قيدناه بالأحاديث الأخرى. وفي الحديث أن العبرة بعموم اللفظ القرآني لا بخصوص السبب، فالآية نزلت في قصة كعب ولكن لفظها عام، فإن قوله فمن كان هذا من ألفاظ العموم لأنه من الأسماء الموصولة، فيفيد عموم الحكم. وقال الإمام البخاري في كتاب جزاء الصيد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجاً عام الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فأنا رجل حل على فرسي، وكنت رقاءً على الجبال، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدواً يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم، وصرف طائفةً منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. قال: فبينما أنا جالس مع أصحابه في منزل في طريق مكة، فبصروا بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنونني، وأحبوا لو أني أبصرته، فنظرت فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فإذا أنا بحمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري. قلت: هو حمار وحش. فقالوا: ما رأيت؟ فقمت إلى الفرس ويقال لها الجرادة، فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فاستعنت بهم وقلت: ناولوني ناولوني الصوت والرمح، فأبوا أن يعينوني، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فنزلت فتناولته فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فحملت عليه، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فطعنت منها أتانا فأثبته، فلم أكن إلا ذاك حتى عقرته. فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا احتملوا. قالوا: لا نمسه. فحملته فأتيت به أصحابي وقد مات، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فنزلوا فأكلنا من لحمه فوقعوا فيه يأكلون، ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. فحملنا ما بقي من لحم الأتان وخبأت العضد، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوى وأسير عليه شأوى، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، إنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانتظرهم. ففعل. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، وقلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. فقال للقوم: فكلوا، وما بقي من لحمها حلال، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها ونفذها، وهو محرم وهم محرمون. قول المؤلف: كتاب جزاء الصيد. وذلك أن الله جل وعلا حرم على المحرمين قتل الصيد، وحرم على من كان في مكة
أن يقتل الصيد. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن ثم من قتل صيدا وهو محرم وجب عليه جزاء الصيد بأن ينظر إلى حيوان يشابه الحيوان الذي قتله فيقوم بإخراجه والصدقة به. فما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيوانات المصيدة فإن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، وهكذا ما حكم فيه الصحابة فإن أحكامهم مقدمة على أحكام غيرهم. ويلاحظ هنا أن الجزاء يشترط فيه أن يكون الحيوان المقتول صيداً، فإن كان حيواناً لا يؤكل فبالتالي فإنه لا يسمى صيداً ومن ثم لا تجب فيه الفدية، قد يمنع منه ويأثم بقتله ولكنه لا تجب فيه فدية مثل من قتل قطاً. أما ما كان مؤذياً منها بحيث يخشى الإنسان على نفسه منه فإنه يجوز أن يقتل ولا حرج فيه. أما حيوانات الصيد التي لا يخشى منها فلا يجوز قتلها، ومن قتلها أو اصطادها وجب عليه فدية جزاء مثل ما قتل من النعم، والنعم يعني من بهيمة الأنعام وهي البقر والغنم والإبل. وقال هنا أبو قتادة: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجاً عام الحديبية، يريد بلفظة حجاجاً أي معتمرين، لأن ذهابهم في السنة السادسة إنما كان للعمرة، وفي هذا إطلاق اسم الحج على العمرة تجوزا. قال: فأحرم أصحابي يعني من ذي الحليفة ولم يحرم أبو قتادة، كأنه أخر إحرامه إلى الجحفة. وفي هذا دلالة على أن من مر بميقات غير ميقات بلده جاز له أن يحرم منه سواء كان أقرب منه إلى مكة أو كان أبعد. قال: فأنا رجل حل على فرسي، يعني لست بمحرم بل أنا حلال أمشي على فرسي، وكنت رقاء على الجبال أي أصعد الجبال من أجل الصيد. وفي هذا جواز رقي الجبال وكذلك جواز الصيد عليها. وحدث أبو قتادة وحدث النبي، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن عدواً يغزوه بغيقة، وهي مكان بئر بين مكة والمدينة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو المكان الذي أخبر بأن العدو فيه، وصرف طائفة منهم أي من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. وفي هذا جواز تفرق الجيش متى كان محققا لمصلحة، وفيه جواز السير بجوار البحر وأنه لا حرج فيه. وفي الحديث وضع المواعيد للقيا بين من يظن افتراقه.
قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة أخر إحرامه فلم يحرم. قال أبو قتادة: فبينما أنا جالس مع أصحابي في منزل في طريق مكة، فبصروا بحمار وحش. حمار الوحش صيد يجوز أكله، وهو الحيوان المخطط بخلاف الحمار الأهلي، فإنه لا يجوز أكله، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل بعض هؤلاء القوم يضحك إلى بعض، وفي هذا جواز ضحك المحرم إذا رأى صيدا لينبه الحلال الذي معه. وقال: وأنا مشغول، أي لدي عمل أعمل به فلم أنتبه لحمار الوحش، أخصف نعلي أي أصلحه وأقوم به ترتيب ما فيه من خروق وشق. قال: فلم يؤذنوني، أي لم يخبروني بوجود حمار الوحش. وفي هذا أن المحرم لا يخبر غيره بوجود الصيد. قال: وأحب لو أني أبصرته، يعني بدون أن ينبهوني. قال: فنظرت، يعني رفعت رأسي عن نعلي، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، أي يلتفتون إليه وينظرون ويركزون في أبصارهم، فركزت إلى جهة نظرهم فإذا أنا بحمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ يعني هذا الحيوان. قالوا: لا ندري. لا يريدون أن يعينوه على الصيد ولا بكلمة. فقلت: هو حمار وحش؟ قالوا: هو ما رأيت. قال أبو قتادة: فقمت إلى الفرس، ويقال لها الجرادة، وفي هذا تسمية الحيوانات من الخيل والحمار، فقد سموا الفرس هذا الجرادة. قال: فأسرجته، أي ركبت عليه السرج، ثم ركبت عليه ونسيت الصوت والرمح على الأرض. قال: فاستعنت بهم، أي طلبت من أصحابي أن يعينونني في رفع الصوت والرمح إلي، فقلت: ناولوني الصوت والرمح، فأبوا أن يعينونني، وذلك لأنهم محرمون وهذا صيد، والمحرم لا يجوز أن يعين على الصيد. فقالوا: والله لا نعينك عليه، يعني على الصيد، بشيء، إنا محرمون، والمحرم لا يجوز له أن يعين على الصيد. قال: فنزلت. وفي هذا دلالة على أن المحرم لا يعين الحلال في فعل محظور من محظورات الإحرام، ومنها قتل الصيد، فلا يجوز للحلال أن يقلم أظافر المحرم ولا أن يحلق رأسه قبل أن يبلغ محل حلقه. قال أبو قتادة: فنزلت فتناولته، أي الرمح، فأخذتهما الرمح والصوت، ثم ركبت على الفرس. قال: فشددت، أي أسرعت في اللحوق بالحمار الوحشي، فحملت عليه، أي أردت صيده، فتهجمت عليه لأصيده، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، أي مرتفع صغير، فطعنت منها أتاناً، والأتان الأنثى، فأثبته، أي بقي في مكانه بعد أن طعنته بالرمح، فلم يكن إلا ذاك، يعني طعني له، حتى عقرته وأصبح باقياً في مكانه. فأتى بهذا الحمار لأصحابه. قال: فأتيت إلى أصحابي فقلت لهم: قوموا احتملوا. قالوا: لا نمسه. لماذا؟ لأن المحرم لا يعين الحلال على الصيد. قال: فحملته فأتيت به أصحابي وقد مات،
حينئذ اختلفوا هل يجوز لهم أن يأكلوا منه، فقال طائفة كلوا فأنتم لم تصيدوا ولم تعاونوا، وقال آخرون لا تأكلوا نحن محرمون والمحرم لا يأكل الصيد. وفي هذا التأكيد على أن المحرم لا يقتل الصيد، لكنهم بعد ذلك قنعوا فنزلوا، قال فأكلنا من لحمه فوقعوا فيه يأكلون، أي أكثر من أكل لحمه. ثم بعد ذلك بعد أن شبعوا بدأت له عندهم الوساوس هل يحل لهم أو لا، فشكوا في أكلهم إياه، هل يجوز لهم أن يأكلوا من حمار الوحش وهم حرم على إحرامهم؟ فقال فحملنا، أي أنهم تركوا بقية من لحم هذا الحمار الوحشي الأتان وأخذوه معهم. قال وخبأت العضد، أراد أن يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة وخشينا أن نقتطع، يعني أن يحجز بيننا وبين النجاة. قال فطلبت النبي، يعني أن هذه الفرقة التي ذهبت إلى ساحل البحر ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشوا أن يكونوا قد ضاعوا أو أن لا يتمكنوا من العود مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهبت حتى أصل إليه وألحق به، أرفع فرسي شأوى، أي أنه يسرع بي فرسه. قال وأسير عليه شأوى، أي مرة أسرع ومرة أتمهل في المشي لئلا أذهب قوة الفرس. قال فلقيت رجلا من بني غفار، قبيلة عربية مشهورة، في جوف الليل، وكان بعضهم قد أسلم ومنهم أبو ذر الصحابي المعروف. فقلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه السؤال عن أحوال الناس ومنازلهم، خصوصا إذا ترتب عليه ثمرة وفائدة. فقال تركته بتعه، يعني مكان يقال له هذا الاسم، وهو قائل يعني نائم نومة الظهيرة، السقيا أي من أجل أن يستقي هو وأصحابه بجوار الماء. قال فلحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حتى أتيته، فقلت يا رسول الله إن أهلك، يعني من معك ومن تأهلتهم وأصحابك، أرسلوا يقرئون عليك السلام، أي يهدون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر مسألته، وفيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما يشكل على الناس من المسائل، وقال إنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، أي يتمكن العدو من الذهاب إلى هذه الفرقة التي ذهبت إلى ساحل البحر، فيتمكن العدو منهم، فانتظرهم من أجل أن يتكامل الجيش ويقوي بعضه بعضا. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر هذه السرية. قال فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحقوا به، قالوا يا رسول الله إن قد أحرمنا، وهم أحرموا بذي الحليفة، وقد كان أبو قتادة لم يحرم بقي حلالا، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة. وفي هذا جواز أكل الحمار الوحشي باعتبار أنه صيد. قال فعقر منها أتانا، أي ذبحه بطعنه في غير رقبته. والصيد يجوز أكله متى رماه رمية تخرق جسد الحيوان المرمي. قال فنزلنا فأكلنا من لحمها، يعني من لحم الأتان، ثم قلنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون؟ ولذا ترددوا في جواز ذلك. ف
فلذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، وقد حملوا ما بقي من لحمها حتى يروه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا جاءهم الإذن بأكله فإذا هو قريب. وقلت يا رسول الله، يقوله أبو قتادة، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، يعني عندي لحم زائد عن حاجتنا. وقوله أصبت يعني صدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أي حظه أحد على أن يصيدها؟ قالوا لا. أو أشار إليها؟ قال لا. وفي هذا أن المحرم لا يشير إلى الصيد من أجل أن يصطاده الحلال. فقال للقوم: فكلوا، ما دام أنكم لم تتسببوا في قتل هذا الصيد فحينئذ يجوز لكم الأكل. وفي هذا دلالة على أن ما أهداه المحرم للحلال لا يجوز أكله، وما أهداه الحلال من الصيد للمحرم يجوز أكله، بشرط ألا يكون قد صاده من أجله، فإن صاد الصيد من أجله منع المحرم من أكله. قال: فكلوا وما بقي من لحمها حلال، إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وقال: معكم منه شيئه، هل بقي من لحمها شيء؟ فقال أبو قتادة: نعم، فناولته العضود، وقد استبقاها أبو قتادة عنده، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرقها، أي لم يبق فيها إلا عظامها ونفيدها، وهو محرم. في هذا دلالة على أنه إذا أهدي للمحرم من لحم الصيد جاز له أن يأكل منه، بشرط أن لا يكون الصيد قد صيد من أجله. هذا ما يتعلق بشرح هذه الأحاديث. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردًا حميدًا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم على خير هدى، على هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمة الأمة، وأن يوحد كلمتهم، وأن يقويهم بقوة من عنده، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.